وحطهم من المغفره. انا زي ما هشيل اهلك في عيني هشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي، امي ثم امي ثم امي، سرعه عشان ما يسالوش برضه. اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في مدينة كفر الدوار بالبحيرة للتعرف على قصة قلبت السوشيال ميديا كلها، حكاية امنية طارق، فتاة يعني اثارت الجدل خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا بعد طلبها خلال العرس او كتب الكتاب او عقد القران الاهتمام باهلها والاهتمام بوالدتها. طبعا كل ده اثار تعاطف بعض الناس، ناس كتيرة تانية اعتبرت اللي ده يعني نوع من المزايدة والشو الاعلامي. كتير من الناس اتعامل يعني دلوقتي معايا والدة امنية. زي حضرتك؟ زي حضرتك. الف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا رب. يعني طبعا اللي شفتيه طبعا على السوشيال ميديا وعلى القنوات التلفزيونية طبعا اثار الجدل. زعلني جدا علشان جوز بنتي. زعلك ازاي بقى؟ لا للحاجة زعلك ازاي؟ الشتايم اللي نزلت عليها. الشتايم؟ هي دي اللي مزعلاني عشان بنتي. لكن بنتي فرحاني باللي هي عملته. ايوه يعني هي كانت مرتبه حاجه يعني لا. يعني هي طبعا كانت يعني قالت امي ثم امي ثم امي، فبالنسبه لك